فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: يقول أنا شاب تزوجت من نصرانية وتحضر معي الجمعة والأعياد أملا في هدايتها، ولكنها تطلب مني الذهاب إلى الكنيسة حتى يبارك القسيس زواجنا لمجرد شكل رسمي فقط، فهل يجوز لي أن أذهب معها؟ لا يجوز لك أن تذهب معها، ولا يبارك لك القسيس، هذا الشيطان ما هو بالقسيس، ليس عنده بركة، البركة من الله سبحانه وتعالى، فلا تذهب معها، وأبغض دينها بغضا شديدا. نعم.